في موضوعين عايز اكلمكم فيهم. ابدا بموضوع كيشو. طبعا انا كان ليا السبق وعملت لايف مهم جدا عن كيشو منذ ساعات، ولكن اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان كيشو عمل فيديو عقب الافراج عنه. وانا بصراحة عايز اسأل سؤال يا جماعة، ايه الصوت ده؟ يعني انا عايز اسأل سؤال، الناس اللي قعدت تتهم بكيشو وتقطع في عرضه من امبارح، انا على الاقل عملت لايف كبير جدا بعد ما جالي خبر التبرئة وكان لي السبق في ده من الظهر ولا العصر، لاني كلمت الناس في فرنسا وقالوا لي ان تم تفريغ الكاميرات من قبل المحقق الفرنسي والمحققين الفرنسيين، والكاميرات اثبتت. خلي بالك الناس ما فيش تهريج، لا في حد بيجامل حد، انت قدام حل من اتنين في كيشو، لا اما البنت لو حصل تحرش فعلي تتنازل بمقابل فلوس، لا اما الواد هيتحبس. ده مين اللي يثبت حالة التحرش في اتهام فتاة؟ انا بكلمك الكلام اللي جالي من السفارة ومن المحامي اللي حضر التحقيقات ومن المحقق واللي اتنشر في الصحافة الفرنسية وساعدني في ده بعد اصدقائي في فرنسا ترجموا لي حرفيا. المحقق كان واضحا قدامه تهم التحرش، السفارة تدخلت رفض الافراج عن اللاعب وترحيله لمصر. المحقق يعمل ايه؟ طالب بتفريغ الكاميرات، طالب بتفريغ الكاميرات. الكاميرات اثبتت ان كيشو بريء وانه ادعاء كاذب وانه لم يتحرك بالفتاة. الاعلام المصري من المفترض اللي قال كلمة يرد اعتبار الراجل. يا راجل النهاردة في ناس مجرمة فجرة يقول لك تحصل اتفاق كده طلعوا كيشو. الكاميرات والصحافة الفرنسية كتبت بعد تفريغ الكاميرات تبين عدم وجود حالة تحرش. لا مصدقين فرنسا، يعني امبارح المجانين دول والحطابين يقول لك ايه يا باشا فرنسا ما فيش كذب ولا فيه. ده رئيس اتحاد المصارعة اللواء ده طلع عمل جناية، قال لك احنا فشلنا في المساعي، لو في مصر كنا بالوسائط طلعناه والناس دي مش زينا. يعني قال كلام كارثي مع محمد الليسي. النهارده بقينا مش مصدقين فرنسا؟ ليه بنكره نفسينا ونكره بلدنا كده؟ لا كيشو بريء والكاميرات كذبت الفتاة ولم يتحرش، ولازم نديله حقه ونبرقه رغم ان احنا زعلين منه من الهزيمة النكراء 9-0 لعدم التكافؤ وخدع الاتموت. طلع كيشو فيديو على صفحته على انستجرام قال انا مش مصدق ومصدوم من اللي شفته ومن رد فعل الناس على الخبر بعد ما نزل. هل عرفتوا اللي حصل او اكد اي شخص المعلومات لكي تشوهوا صورتي؟ بدل يا مصريين من الوقوف معايا ودعمي، هل تشوهوني؟ هو ما كان يجب ان يحدث انكم تقفوا جنبي. ما حدث باختصار اني كنت في كافيه وليس بار، وكنت كامل وعيي ولست سكران، لم اعتدي على اي شخص، وهذا ما ذكرته في الشرطة واكدته الشرطة الفرنسية وتأكدت من صحة كلامي. مستحيل ان اقوم بمثل هذه الامور، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من شوه صورتي. كنت متأكد من البراءة
لأن هذه ليست أخلاقي، وعشت في أوروبا كثيرا وأعلم القوانين. لن أنسى من دعموني ووقفوا في ظهري، وأشكر الدور المصري من خلال السفير والوزير. الشرطة الفرنسية أثبتت براءتي من الاتهامات، وأشكر كل من دافع عني، وأقسم بالله إنه ما كنت سكران ولا تحرش. أنا بعتذرك يا كيشو، ولكن أنا خلي بالك أكتر واحد دافع، وقلت لك أصدق غير بعد نهاية التحيات، ولكن ببدأ بنفسي بعتذر لك وآسف، ولكن أنا خدت الخبر نقلا عن فرنسا، ودلوقتي التبرئة نقلا عن فرنسا، وكنت أول واحد برأتك الظهر، ولم أنتظر الفيديو بتاعك، ولكن بعتذر لك وبقول لك حقك عليا. إحنا كده بقينا بلا قلب وبلا عاطفة، بنشوه الناس دون أن نتأكد من صحة أي حاجة قبل ما يطلع نتيجة تحقيقاتها. فعلا يا جماعة إحنا في أردأ الزمن، إحنا في أرحل، في أسفل ما يعني لا يمكن اللي إحنا فيه، لا يمكن اللي إحنا فيه والله. ولكن الحملة يا ابني كانت شديدة، الحملة يا ابني كانت شديدة. كيشو بريء، وهذا أول رد فعل لي، ولم يكن سكران ولم يتحرش، وكيشو بريء، كيشو بريء.